السلام الله عليكم إخوانا متابعين. اليوم بإذن الله رانا متجهين إلى ولاية بجاية، وين رايحين نعرفكم على أجمل السدود المتواجدة بالجزائر، وهو سد أغزر أفتيس أو كما يعرف بسد الدرقينة. هذا يقع ببلدية الدرقينة هكذا بولاية بجاية، بطول حوالي 2 كيلومتر فقط. تبنى في العام 1945 وتكمل في 1950. خوتنا باش توصلوا لهذا السد حاجة سهلة، عليك وعلى المابس سد الدرقينة راح يوصلك مباشرة، وزيد ماهوش بعيد بزاف على شلالات كفريدة حوالي 4 كيلومتر فقط. وانتم طالعين لهذا السد شوفوا الله يبارك الطريق كيفاش دايرة وشنو ديروا حسابكم، الطريق مضيقة بزاف. بون هذا السد جاي في بلاصة شابة ما بين الجبال والحالة كامل خضراء، وزيد راهم يقصدوه السياح بزاف من داخل الوطن وحتى من خارج الوطن. كاين جماعة زاروا حتى من ليبيا، تونس، المغرب، مصر، الله يبارك. هاي نخليكم تشاهدوا هذا الفيديو وانتم اعطونا الراي تاعكم في التعليقات، نقول لكم مشاهده ممتعه وسلام.